من اتجاه جبهتي باب غلق ومريز شمالا وحتى الفاخرة والجب وبتار غربا بالضالع. يواصل أبطال القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية ثباتهم وصمودهم وتصديهم للهجمات العنيفة التي تشنها الميليشيات الحوثية، والتي كان آخرها الهجمة التي شنتها الميليشيات باتجاه منطقة حبيل العبدي شمال الفاخر، والذي تكبرت خلاله الميليشيات خسائر فادحة وسقط العديد من عناصرها ما بين قتيل وجريح. معارك مستمرة الآن ومتكررة من قبل الميليشيات الحوثية على منطقة في حبيل العبدي والفاخر وبتار، والقوات المشتركة وقوات العمالقة والحزام الأمني يكبدون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ونحن منتظرون أوامر القيادة بتطهير ما تبقى من مناطق عود. مهما حجزت الميليشيات الحوثية أو توجهها أو هجم علينا لن نتزحزح. مصدر إعلامي بألوية المقاومة الجنوبية بالضالع أكد قيام القوات المشتركة الدفع بتعزيزات جديدة صوب جبهات الأزارق باهر ماوية والأزارق الحشاء تابعة للواء الخامس مقاومة بقيادة العقيد محمود البتول. وأكد المصدر بأن اللواء يتمركز في مواقع هامة واستراتيجية وبمسافة كبيرة تمتد باتجاه مناطق عديدة في الأزارق والحشاء بالضالع وحتى منطقة المسيمير لحج، وأن اللواء مستعد لتطهير ما تبقى من مناطق باتجاه جبهة ماوية تعز. اللواء يقوم بتأمين محافظتين أساسا، محافظة الضالع مديرية الأزارق وبلاد الأحمدي، ومحافظة لحج مديرية المسيمير عزلة الحواشب. اللواء يقوم بمهامه في مواجهة جبهة ماوية عزلة باهر وأيضا جبهة الحشاء، وهي الجبهة الأساسية التي ترتكز عليها حيث العدو يحشد منذ أيام لمواجهتنا والنزول إلى مربع الهيت. معارك عنيفة يخوضها أبطال القوات المشتركة من اللواء 30 المدرع والعمالقة وقوات الحزام الأمني بمنطقة الفاخر في هذه اللحظات، حيث حاولت الميليشيات الحوثية التسلل باتجاه منطقة العبدي وباتجاه قسم الفاخر، أبطال القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية يتصدون بكل بسالة ويكبدونهم في الأرواح والعتاد. من جبهة محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع.